هل ما جرى يشير إلى ضعف أم خبث أم قوة أم 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 سوء تقدير؟ ما يراه على الأقل الحزب الجمهوري الآن، خاصة المحور البعيد عن النيو كونز المحافظين الجدد، لا يريد حربا مع إيران، ولكن لا يريد انصياعا لإيران، لا يريد أن يسلم المنطقة على طبق من ذهب هذه المرة وليس فضة لإيران. وأعتقد أن الأمل موجود، قد لا يعجب كثيرين هذا الكلام، ولكن الأمل هو ما يتردد عن قيام نوع من اتفاق سلام أو تطبيع بين دول أخرى غير التي انضمت لاتفاقات برين. هذا سيؤدي إلى يعني زلزال وتسونامي جيوسياسي جديد. طيب، كما حققت اتفاقات إبراهيم على الأقل وجهة نظر ملالي، هذا ما يهدد إيران. لذلك إيران وبايدن كلاهما يستشعران أن أمامهم أقل من 9 أشهر لتحقيق اختراق. طيب، وإلا خسر الجانبان. الاستهدافات الأمريكية الآن وصفت بأنها ضعيفة لأنها لم تؤدي فعلا للانتقام للجنود 3 الأمريكيين في منطقة حساسة للغاية، في توسع كبير لهذه الفصائل في ضرباتها. ألا تعتقد أن مثل هذه الضربات الأمريكية، وحذروا إيران لمدة أكثر من أسبوع سنضرب أخلية المقرات وغيرها، ستشجع في نهاية المطاف مع تصريحات البنتاغون الأخيرة بأننا لن نكون في عمليات طويلة في سوريا وفي العراق ضد هذه الفصائل، ألا ترى بأن هذا سيشجع الحرس الثوري الإيراني في استهداف المزيد من الجنود الأمريكيين في المستقبل، لأن أمريكا لا تريد الانتقام إلا من الجدران؟ أستبعد ذلك عزيزي، لأن التصفيات بالجملة تمت لقادة في حزب الله، في حماس، حرس الثوري الإيراني، لدرجة أن السر خرج إلى العلن. الكل يقول الآن إما هناك اختراق وانكشاف تام استخباري وليس فقط أمني أمام من يملك بنك أهداف، أو أن هناك من يمرر هذه المعلومات. فلأول مرة ندخل في إطار التشكيك الذاتي، وهذا معلوم عندما تصل حالة البارانويا، نوع من الخوف، وهذا ملازم أصلا لشخصيات الدكتاتوريات في كل العالم. كل مستبدي العالم مقتلهم يكون بالبارانويا، لأنه لا يعلم من هو الحليف ومن هو العدو، سيتهمون بعضهم بعضا. بدأت النبرة تتعالى، هل زودتم أسماء هؤلاء القادة حتى يتم تصفيتهم، وبماذا ارتبطوا؟ يعني ليس فقط إسرائيل التي سيتم فيها التحقيق بعد وقف إطلاق النار وانتهاء حرب 7 أكتوبر، صحيح هناك الكثير ينتظر نتنياهو وقادة عسكريين وأمنيين، وهناك الكثير من الشائعات عن تواطؤ، عن stand down order كما يقال، بأنه لا تفعل شيئا، دعوهم يدخلوا ويخترقوا الأراضي الإسرائيلية من جانب حماس. هناك أيضا تحقيقات جارية ولكن بالتكتم. ما الذي يجري لتحقيق هذا الاختراق الأمني؟ هل هناك بيع لهذه المعلومات بمعنى خيانة عمالة من جانب محور المقاومة والممانعة، أم أنه اختراق أمني كبير إسرائيلي وأمريكي وأطلسي لدرجة أنهم مكشوفون؟ وتلاحظ عزيزي، كل هذه الضربات تشير، الذي توصف بالضعف لا خلاف على ذلك، بأن ليس هذا ما يسعد ذوي الرؤوس الحامية. طيب، لكن بالمقابل هذا يشير إلى أنها تعلم أين تضرب وكيف ومتى، بمعنى أن كل ما كان ينتقد عليه الرئيس بايدن هو في حقيقة الأمر يظهر أنه ليس هو يعني الآمر الناهي، لأن هذه دولة مؤسسات. جيد، هناك خبراء دفاع واستخبارات. جميل، هم الذين يضعون هذه الخيارات أمام الرئيس. الرئيس فقط يقول أنني لا أريد حربا أو أريد حربا. هذا ما يفعل الرئيس بايدن، وهذا في إطار المتوقع. طيب، على الأقل بحكم موقعه كقائد لدولة عظمى كالولايات المتحدة.